مزار يسوع الملك وقديسين من لبنان طلعت فكرته من الشباب المنطقة كانوا حابين يعملوا مزار بالدرجة الأولى للقديس شربل. الهدف منه تعريف المنطقة، تعريف سكان هالبلدة بقديسين اللي طلعوا من بلادنا، وخاصة القديس شربل بخلال هالسنوات الماضية سنتين أو ثلاثة في كتير من العجائب عملها، اسمه منتشر ولكن بجوز في شوية نقص بالتعريف في بهالمنطقة. من هالمنطلق كانت فكرة الشباب إنه بدنا نعمل مزار للقديس شربل، وكانوا يحاولوا يدوروا على أرض تكون عمومية أكبر عدد ممكن من العالم يشوفوها. بعد تفتيش بجوز أكثر من سنة بطريق الصدفة بيقولوا ليش ما بنعملها بأرض دير القديس باسيليوس، وفعلا هالشباب اجوا وقالوا يا أبونا حابين نعمل مزار بهالأرض، شو رأيك بالموضوع وين ممكن انه يكون لحتى يكون محطة حج لهالعالم، نعرف المنطقة عن هالقديسين، وبنفس الوقت بدنا احنا كمان مكان انه نحس فيه انه هذا هالقديس نقلنا من بلادنا لهون، وعمالنا بنقدر نتقرب بالصلوات بالعبادة بشكل يومي. فكان الاقتراح انه بنعمله على المدخل وهيك بيكون مكشوف للكل. فكرة انطلقت، كنا بتمثال واحد للقديس شربل، ولما كبرت المجموعة صار المزار أخذ بعد أكثر لحتى يكون يسوع الملك هو اللي بالنص، وقديسين من لبنان أبونا بشارة أبو مراد والقديس شربل يكونوا محاوطين التمثال يسوع الملك من اليمين ومن الشمال، وكأنه بيقولوا لنا إنه هالقديسين دورهم يوصلوا هالشعب ويوصلونا معه ليسوع المسيح. من هالمنطلق طلعت الفكرة، وكان بنفس الوقت فيها عبارة أو رسالة لبقية العالم ولنا شخصيا إنه ما في فرق ما بين طائفة وطائفة. القديس شربل بخص الطائفة المارونية، ولكن هو كقديس بخص بشكل عام الكنيسة الكاثوليكية، وإن كان الملكايت أو إن كان الموارنة فنحن جزء من الكنيسة الكاثوليكية. من هالمنطلق قلنا منحط تمثالين بشمل الكنيستين، ولكن هالكنيستين بيوصلوا ليسوع المسيح. وكان هو عبارة عن وحدة ما بين الكنيسة مار أنطونيوس باللوراز ودير القديس باسيليوس، اللي كمان أبونا بشارة هو راهب من هالرهبنة اللي بينتمي لإلها هالدير، الرهبنة المخلصية بالصيدة أو بجون الشوف. فكانت هاي الفكرة الأساسية من هالتمثال، وكانت بنعمة الله وبهمة الشباب، وقام بمساعدة وبمساهمة جميع أبناء المنطقة إن كانوا من الكنيسة الملكية أو من الكنيسة المارونية، وحتى أمريكان من الكنيسة اللاتينية اللي هون معروفين بالرومان كاثوليك. كان للجميع مساهمة لحتى يقولوا مع بعض إحنا وحدة وإحنا إلنا رسالة وهدف واحد، وهو إنه نبرز قديسينا ونتوجه من خلالهم ليسوع المسيح. هيك كانت الفكرة الأساسية من المزار. وبفضل الله السنة اللي مرقت تقريبا قبل 2017 بنتوجه لواحد من أصدقاء الدير ونعرض عليه الفكرة بشكل عام، إنه في عنا فكرة واحد اثنين ثلاثة من بناء مزار للقديسين، وهو كان المتبرع الأول بثمن التماثيل، ومنه قاموا شباب المنطقة بعمل فندريزنج أو عشاء خيري لبناء المزار، كان بمساهمة عدد كبير من أبناء الرعية مثل ما قلنا. ونشكر الله أنه كان الإقبال جيد، نعمة ربنا هي اللي بتشتغل دائما. كان نقدر نقول لقاء عائلي وموفق، ومباشرة بعد العشاء بفترة مش كتير طويلة، فترة كتير قصيرة، بلش العمل ببناء المزار. كنا بالبداية
ماخذين غير منحة وغير ديزاين للبناء، ولكن بجوز بهمة الشباب بكرم المحسنين توسعنا لحتى نقول يفضل أنه ينبنى مزار لائق بهالإديسين اللي بدنا نعرف العالم خاصة العالم الأمريكاني بإديسيننا. انطلقت فكرة بناء المزار بالبداية أنه نشتغل بأدينا، جزء من العمل نشتغل بأدين الشباب، جزء نعمل بمساعدة أشخاص مختصين بالبناء، رسموا لنا الرسمة قالوا هاي أفضل طريقة أنه ينعمل هيك، وبنعمة ربنا بقدر أقول أنه توسع العمل ليكون كل ما منقول بدنا نعمل خطوة تطلع خطوة تانية أحلى أو طريقة تانية أحلى، فنرجع نقوم ونغير لحتى طلع المزار مثل ما بتشوفه اليوم بهالمنظر بهالجمال. أكيد بقدر أقول إنه ما خلص العمل أو ما انتهى العمل بهالمزار، نقدر نقول هو 80% جاهز لحتى يكون مفتوح ويستقبل زواره صيف وشتاء. الطقس هون بالشتوية كتير قاسي فبيخفف الزيارات، فيفترض أو يفضل إنه يكون مسكر واقي شوي من الشتاء والثلج، فهاي الخطوة الثانية. وهون دور الأدي الشربل وأبونا بشارة هم اللي كملوا بناء هالمزار. طلبنا التماثيل من لبنان، وهون أكيد بنتشكر أبونا حبيب خلف القيم العام للرهبنة المخلصية اللي ساعدنا وكان مهتم هو ب من نقطة زي ما بيقولوا الألف للياء بصنع تمثال لأبونا بشارة، وخاصة إنه معنا تمثال لأبونا بشارة بعد. لأبونا بشارة كلنا بنعرف هو مكرم بانتظار مرحلة تطويبه، ولكن كانت في فكرة إنه بدنا نرفع التمثال لأبونا بشارة على أمل تطويبه. هون كان دور أبونا حبيب والرئيس العام تابع مع أبونا مكاريوس، إلهم مكاريوس سيدة موس اللي أعطانا الصورة للشكل للجسم كيف بده يكون، وعلى الأرض كان أبونا حبيب. عملوا التماثيل بجنوب لبنان، وأخذ تقريبا تمثال أبونا بشارة أكثر من شهر لخلص، لأنه تمثال يسوع الملك والقديس شربل جاهزين وموجودين، ولكن طريقة صناعة تمثال لأبونا بشارة بحسب المواصفات اللي أعطيت كان هو الصعب وأخذ وقت. ونشكر الله أنه بعد ما صاروا التماثيل جاهزين هم مهتموا بعملية الشحن. اخترنا مدخل الدير لحتى يكون كاشف، لأنه الدير هو على الطريق العام، وفي مزارين جوا للقديس يوسف للقديس باسيليوس وفي مزار للعذراء، ولكن هم بأرض الدير وتقريبا نقدر نقول هم مزارات مختفية ما بعرفهم إلا اللي بيجي على الدير. فكانت الفكرة أنه ينحط المزار على مدخل الدير وتجمل بالأضوية لحتى يكون الرايح والجاي يعرف أنه في شيء هون. الهدف زي ما قلنا أنه نعرف العالم بهالقديسين، فيفترض أنه يكونوا بمحل مبين ظاهر للجميع تماما، مثل ما بيقول المسيح أنه هالسراج بده يوضع على المنارة لحتى ينير. بعد ما خلصنا البنى وبلشت العالم تيجي تزور وتتبارك من هالمزار، كان لابد من تكريس المزار وإظهاره بشكل لائق. فكنا ناطرين زيارة الرئيس العام للرهبنة المخلصية لأرشمندريت أنطوان ديب. بخلال هالزيارة اللي صادفت ب 25/9/2018، فهون كنا مقررين أنه بيكون تكريس هالمزار ببركة الأب العام. وبنشكر الله على عطاياه اللي رافق هالقدس الأب العام لفي ابن الكهنة، إن كان من كندا إن كان من أمريكا، كان بمشاركة أباء لكنيسة مار أنطونيوس وغير كنائس مارونية كمان. فكانت التكريس هو تكريس كاثوليكي نقدر نسميه، بالرغم من الشتاء بالرغم من رداءة الطقس بهذاك اليوم، إلا كان في إقبال كتير كبير من العالم حابوا يكونوا موجودين، حابوا يشهدوا لإيمانهم لكنيستهم لقديسينهم. مشان هيك بقدر أقول أنا أن تحدوا الطقس
واجوا شاركوا بتكريس هالمزار. يا غافي وعيونك لعينينا نور. مجد الله، نحن الليلة موجودين قدام مزار يسوع الملك. حبيت احكي شوي عن عائلة مار شربل. هالعائلة مؤسسة صار لمدة تقريبا، هدفها اكيد الصلاة، تابعين لعائلة مار شربل بلبنان. كل 22 من الشهر عم نكون موجودين هون على ارض المزار وعم نصلي. عنا كل تالت خميس من الشهر عم نكون موجودين بكنيسة مارمطانيوس المارونية. كمان عنا الصلوات زياح مار شربل، بيرجع القداس وبيرجع لقاء مع خادم الرعية الأب إليم خايل. كمان منشكره على دعمه لقلنا وحضوره الدايم معنا، اللي عم بيساعدنا بالصلوات والأداديس والتنشئة الروحية. بحب أشكر كمان توني نمور ومدام توهيتاف يلي هن أخدين على عتقهم هالعائلة بكنيستنا مارمطانيوس بلورنس. بحب أشكر كمان رئيس الدير أبونا فارس خليفات يلي قدم لنا هالأرض كرمال نبني هالمزار ويكون محج لكل الزوار وكل اللبنانية والأمريكان اللي حابين يصلوا. كمان بحب أشكر خي جان أبو رجيلي اللي تابع الشغل كل يوم بيومه مع المهندسين مع المعلمين. بحب أدعي كل المؤمنين وكل الناس الموجودة بمنطقة بوسطن إنه يجوا يزوروا هالمزار. هيدا بوابه مفتوحة، الدار بوابه مفتوحة كرمال تيكون محل حج لكل المؤمنين. يعني اللي منه قادر ينزل على لبنان ويزور مار شربل ويطلع عنايا صار عنده محل هون ببوسطن انه يقدر يجي ويصلي قدام مزار مار شربل. هالمزار للكل، ومثل ما الدير فاتح ابوابه كمان اكيد المزار فاتح ابوابه. واذا بتتشوف كل القديسين اللي نحطوا كلهم فاتحين ايديهم لحتى يقولوا للعالم اهلا وسهلا وويلكم، احنا الكم وانتو أولاد هالدير وأولاد هالديسين وأولاد هالمزار. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا شربل.